أسعد الله صباحكم بألف خير مشاهدينا متتبعي وأوفياء برنامج كيف الحال. صباح الخير، أهلا وسهلا بكم وسنة سعيدة. أول حلقة بغينا نبدأ بها العام الجديد سنة 2016 هي حلقة تحمل الكثير من الأمل. غادي نتكلم اليوم على الحمد والشكر والاعتراف وعلى الرضا اللي هما أساس أشياء كثيرة ونجاحات كثيرة في الحياة. طبعا غادي نتكلم اليوم على ذواتنا، غنشوفوا نفوسنا مع كوتش ربيعة غرباوي. صباح الخير للا ربيعة. صباح الخير حبيبتي، سنة سعيدة، الله يبارك فيك، ندخل عليك بالصحة والسلامة على كل المشاهدين إن شاء الله. احنا قلنا أن بغينا نبداو العام بواحد الموضوع اللي هو يعني جميل، يوحي بالأمل، يذكرنا بشي حوايج اللي هي بسيطة واللي تقدر هذيك الأشياء البسيطة تخلينا نعيشوا حياة أفضل ونحسوا براسنا أحسن. ما لقيناش أحسن من الحمد والشكر والرضا والاعتراف، الاعتراف بالجميل والاعتراف باشياء كثيره اللي عطانا الله سبحانه وتعالى، ولكن هي ماشي فقط عندنا احنا في الدين ديالنا، وانما كاينه في علوم كثيره اليوم، منهم لا بي ان ال، منهم كذلك الاشياء اللي كتدرسيها انت لالا ربيعه. فمنين تنتكلموا على لا غراتيتود او لا الحمد والشكر على الاعتراف، ذكرينا شنو كنقصدوا بالضبط؟ الوغ انا غادي نبدا بواحد الحاجه اللي غادي تورينا شنو هي شنو اللي ماشي الحمد وشنو اللي ماشي الاعتراف. واحد الكلمه اللي هي بحال السم اللي كتبقى تتبعنا في حياتنا وكتخلينا ننساو اي حاجه عطيها لنا الله وعطاتها لنا الحياه وعطيناها لنا الناس. انا ملي كندويو على الحمد والشكر، راه الحمد والشكر لله ولكن للروح للنفس وتا للناس اللي دايرين لينا. هاد الكلمه هي بغيت 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 بغيت. ملي تنفيقوا تنحلوا عينينا اول حاجه بغيت 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 نشري، بغيت ندير، بغيت نخرج، بغيت. هاد الكلمه ديال بغيت كتخلينا نبعدوا من الحوايج اللي عندنا. كتخلينا نبعدوا من واحد الاحساس واحد الشعور بالمتعه اللي هو الحمد لله اللي عندي وملي عندي هاد الشيء شنو خصني. نعم، ملي كنقولوا هاد كنديو بهاد الطريقه هي الطرق مختلفه. بغيت كتمشي بيا للامام، كتمشي بيا للرغبه. الرغبه كتخلينا نبعدوا على الحمد والشكر. وكتخلينا نبعدوا على داكشي اللي عندنا. الوغ لالا ربيعه، هاد الحمد والشكر قبل ما غادي نعرفوا معاك الطرق الحديثه للحمد والشكر والاعتراف يعني باشكال هي علميه وكتوافق مع كل العقول وكل الثقافات، غير اللي تنعرفوا انه في لا بي ان ال وحده من لي باز ديال لا بي ان ال هي لا غراتيتود. فسيها لينا يعني كيفاش جات في هاد البرمجه العصبيه اللغويه. الوغ هاد لا غراتيتود هي واحد المكون من المكونات اللي كنستعملوه في التنميه الذاتيه بصفه عامه وفي لابين بصفه خاصه. هي مكون واحد مكونه من مكونات تاع لا بسيكولوجي بوزيتيف. شي حاجه جديده اللي بداو يخدموا عليها العلماء والاخصائيين. غادي نقولوا في 1999 2000 بداو تيديروا شي ملاحظات، بداو تيبينوا بان الناس اللي عندهم هذه الخصله، لان هي فضيله من الفضائل. كاين في لا بسيكولوجي بوزيتيف تقريبا واحد 6 تاع الفضائل اللي الانسان تيبغي يخدم عليهم باش يكون انسان متوازن وتكون انسان قدوه. هاد 6 تاع الفضائل تتبدا بالحكمه والمعرفه. ومن بعد عندنا الانسانيه، وعندنا الشجاعه، وعندنا العدل والعداله، وعندنا الاعتدال لا تومبيرونس. من بعد عندنا لا ترانسندونس، السمو الروحي. وفي السمو الروحي تلقاو مجموعه المكونات. الا جينا نجمعوا المكونات كلهم من 24 خصله في هاد السمور الروحي، ولكن في السمور الروحي لا، عندنا مكونات من بيناتهم لا غراتيتود. وباش كيبدا هذا السمور الروحي بواحد الحاجه جميله، الا ما كانش ما يكونش عندنا لا غراتيتود، هي الاعتراف بالجمال. اعتراف بالجمال، الجمال، لا بوتي، لا ريكونيسونس دو لا بوتي، الاعتراف بالجمال. لان الا كانت عيني ما كتشوفش حاجه زوينه في الحياه، ما يمكنليش نعترف بك، نعترف بهذا لو سوغير اللي كتهضري معايا به، ما يمكنليش نعترف باي حاجه عطيتيها لي، ولو تعطيني ان كادو، ولو تعطيني واحد الجائزه. الا ما كانش عندي واحد الاعتراف بالجمال في الحياه والاوبتيميزم التفاؤل، الا ما كانش عندي هذه الخصال ما يمكنليش نشوف، ما يمكنليش كنفكر انني نعترف بالجميل او نعترف نحمد الله ونشكره. او نحمد هذه الحياه او نشكر الناس اللي دايرين بيا واللي ولو تيعطوني شي حاجه بسيطه خاصني نعرف القيمه ديالها. لان هاد لا غراتيتود خاصها ولا بد ما تبدا بلا كونسيونس
ديال لا غراتيتود يعني نحس بها احساس الوغ باش الناس يفرقوا الا سمحتي لاله ربيعه ملي تنتكلموا على الحمد والشكر وخصوصا هكذا الشكر كيف ما قلتي نشكر الناس ما تنقصدوش مثلا شي وحده ثاني شي حاجه شكرا شكرا هي سي احساس سي حيت ملي تنديروا لها لا ديفينيسيون هي الشعور واحد الشعور يعني احساس شي حاجه جايه من الداخل يعني حنا ولفنا نقولوا ميرسي ولفنا نقولوا الحمد لله والشكر لله ولكن واش تنحسوا بها يعني هنا كاين واحد الاحساس واحد الشعور اللي خص يكون داخلي يكون اكومباني ديموسيون يكون اللي تخليني في احساس ونعرف ناخذ بعين الاعتبار القيمه ديال داكشي اللي عطاني الانسان واللي عطاني كانت البساطه ديالي كما كانت البساطه واللي عطاني ماشي حاجه ماتيريال شي حاجه من الموسى ماشي ان كادو يمكن يكون ان سوريغ يمكن يكون ان سيرفيس يمكن عاوني في شي حاجه يمكن الحضور يمكن حضور ملي كانوا عندي شي مشاكل يعني هذا الشيء كله بعض المرات شنو توقع لنا تنعيشوا هذا الشيء ولكن ما تنقولوهاش للانسان كتقولها لشي حد اخر كتلقى صاحبك ولا كتلقى شي واحد خدام معاك تتقول لي داك السيد عاوني الله يعمر هدر ولكن ما عمرك ما كتقولها لذاك السيد قبالته ما عمرك ما تتقول له قليل شنو شكرا على المساله شنو كتزيد في الانسان الوغ هذه شنو تزيد في الانسان تتزيد طولة العمر الله وملي تنقول طولة العمر هذا بحث اللي دار على ناس مسنين في كاليفورنيا وخدموا مع الناس في لا ميزون دو ريتريت خدموا مع ناس مسنين وخداو ثلاثه ديال الفئات فئه قالوا لهم انتم غادي تبداو تكتبوا غير الاحداث ديالكم اليوميه وفئه قالوا لها انتم غادي تكتبوا شنو وقع لكم شي حاجه اللي ضراتكم ما عجباتكمش والفئه الثالثه قالوا لهم انتم غادي تكتبوا اي حاجه عجباتكم وكتشكروها انسان او حاله او شي حاجه وقعت لكم شي حاجه بغيتوا تشكروها انكم باش بداو ب جو ريميرسي كنشكر الوغ من بعد تقريبا 10 الاسابيع رجعوا ولقاو بان هذوك الناس المسنين اللي خداو كنسميوه لو جورنال دو غراتيتود هذه سين تكنيك اللي عندهم لو جورنال دو غراتيتود لقاو بان الراحه النفسيه ولات عندهم اكثر الوغ قبل كانوا في كابه توتر. وفي توتر لقاو بان الكابه والتوتر هبطت عندهم ولقاو بانهم ولاو تيقولوا لهم حنا بغينا نديروا الرياضه الوغ كانوا قبل غير جالسين ما باغينش يتحركوا يعني كان اقبال على الحياه ولات عندهم اقبال على الحياه ولات عندهم بحال لا ديتيرميناسيون وهاد اصرار وهاد ولات دابا اون ابروش لا غراتيتود ولات منهجيه تيستعملوها الاخصائيين مثلا في احداث اللي هي فيها لي تروماتيزم لي ستريس بوست تروماتيك فيها صدمات الى عقلتو في 2005 كانت في لويزيانا وقعت لوراغون دو كاترينا ما بين المسائل اللي استعملوا مع الشرطه باش يمكن لهم انهم يبقاو يعطيو المساعده مع الناس ما بين التقنيات هي التقنيات ديال لا غراتيتود الوغ شنو الفرق بينها وبين الرضا لو كونتونتمون مثلا انني راضي بالوضع راضي باللي عندي راضي باشياء فيا راضي بذاتي راضي بحياتي بما سيتوياسيون شنو الفرق بين الرضا لا غراتيتود سي اون اكستنسيون ديال الرضا يعني ما يمكنليش نكون تكون عندي لا غراتيتود ونشكر الانسان ونحس النعمه ديال الانسان لان راه كاينه نعمه الله وكاينه نعمه الحياه وكاين نعمه الانسان حنا كنحمدوا الله وتنشكروا هذا الشيء وكبرنا فيه حنا في الثقافه حنا مسلمين وما جيناش هنا نفسروا للناس كيفاش يحمدوا الله ويشكروا اكيد ياك ولا الحمد لله انا عندنا هذه المساله ديجا في ثقافتنا يعني هذه في الدم سهل علينا نفهموها سهله بزاف وهذا الشيء اللي وصل ليه العلم الحديث في الولايات المتحده اليوم دابا في الولايات المتحده المانيا هما بزاف عندهم مختبرات تخدموا على هذا الشيء بكثره صعيب عليهم يفهموها لان ما عندهمش في الثقافه ديالهم حنا كبرنا فيه ولكن اللي خصنا نفهموا هي إيه هذيك لا غراتيتود راه ما موجهاش غير لله حيت كندوي على لا ترانسندونس شنو هو السمو النفس الروحي السمو الروحي هي شنو العلاقه اللي انا عندي مع الكون بما فيه الله وفيه الانسان وفيه الحيوان وفيه جميع مكونات اذا لا غراتيتود كتكون الله اللي خلقنا ولكن كتكون حتى الانسان اللي عايش معنا وناخذوا ما لم يشكر الناس فكانما لم يشكر الله يعني ضروري ان كل واحد كنعطيوه حقه لاله ربيعه اللي بغيتك تطمنيني يعني الواحد المساله هذه كيف ما قلت لك من العلوم الجديده اللي ولينا كنعرفوها دابا واش هاد لا غراتيتود كتعلم
يعني على اساس انها منهجيه. واش اليوم اي واحد فينا، اي واحد من الناس اللي كيتابعونا ممكن يتعلموها؟ مثلا كنتكلم على لا غراتيتود كمنهاج. كمنهاج نعم. كتقنيه كتستعمل في لو ديفلوبمون بيرسونيل، في التنميه الذاتيه. وكاين مجموعه ديال لي زيكزيرسيس اللي كنستعملوهم باش كنخليو الانسان يحس بشنو هي النعمه اللي عنده. نعم. مثلا الانسان تيجي عندك تيقول لك انا حتى حاجه ما عندي فيها الزهر، حتى حاجه ما عندي في حياتي، الناس كيزيدوا القدام وانا ما داير والو، يعني كيبقى يبان ليه كلشي كحل، كيولي متشائم. ولكن ملي كدير معاه لي زيكزيرسيس تاع لا غراتيتود كتقول لي بعدا كيفاش جيت، كي درتي حتى جيتي عندي هنايا؟ كيقول لك جيت خديت الطوموبيل ولا خديت الطوبيس، وكي درتي؟ جيت شنو هما كيفاش خليك بعدا كيفاش جيتي عندي؟ كيقول لك وتمشيت، الحمد لله اللي كتمشى. نعم. الحمد لله اللي كتمشى، شتي لا غراتيتود تتبدا، الحمد لله اللي عندي عويناتي، الحمد لله اللي كنتمشى، الحمد لله اللي تنهضر، الحمد لله حيت هاد الحوايج ولاو عايشين معانا وتيبانوا لنا عادي بيزاكي بحال ماشي لا هاد اي حاجه شتي الحمد لله اللي تنتنفس. يعني اي حاجه كتخلينا يمكن نبداو شويه بشويه باش الانسان يحس بالنعم اللي عنده. نعم. واللي عاطينه الله والناس اللي دايرين. وحديثك جميل جدا لالا ربيعه، وعجبني الحال اننا غادي نبداو العام يعني بهذا الموضوع هذا. كنتمنى ان الناس يستفدوا معنا، هذا الشيء اكيد عارفينه الناس ولكن غير كتذكير، ونذكرهم كذلك من خلال الاخصائيين بحالك بانه راه عنده مفعول في تغيير حياتنا. عنده مفعول انه يخلينا ربما ننجحوا اكثر، نرتاحوا اكثر. دونك نذكروا به مره ما فيها باس. غادي ناخذوا الان الا سمحتي مكالمه من عند ام ايمن اللي كتصل بنا مدينه الرباط. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لاله ام ايمن كيرحب بك، لاباس عليك؟ لاباس عليك، علينا وعليك لاله، بصحه وعافيه. كنشكركم بزاف على هذا المواضيع. شكرا لاله. تفضلي بسؤال ديالك الكوتش ربيعه. غير انا الحمد لله، اللهم لك الحمد، انا هاد الحمد ما كتحيدش من فمي. الحمد لله وشكروا اني زعما مشيت لذاتي، لا مشيت يعني غير كيفاش زعما نبقى هاد التفاؤل اللي عندي الحمد نبقى عندي يعني ما مستمع بحب هاد المرات كنجي ماشي احباط بحال بغيت زعما ان شاء الله باش نبقى دائما الحمد، حتى الحمد ما كتفيدنا الحمد لله مسلمين دائما. فوالا انت دابا في الحديث ديالك تتقوليها، ولكن حنا المقصود جوستومون بهذا الموضوع اليوم هو كيفاش نطبقوه في حياتنا، كيفاش نحسوا به. يعني ما يبقاش غير عباره كنستعملوها هكذا. ياك هذا هو السؤال ديالك لاله ام ايمن. الوغ وسؤالك اكيد غادي ينفع عدد كثير من الناس لاله ربيعه. دونك كيفاش تطبيق هاد لا غراتيتود؟ التطبيق غادي نعطي واحد دي زيكزارسيس اللي هما فريمون تيبانو تمرين سهل، ولكن ملي الناس هيجربوا غادي غيبان لهم الفعاليه ديالو. اول حاجه اول تمرين نبدا به نقول سبع ايام اللي فاتوا قبل هاد الاسبوع اللي فات غنذكر سبعه تاع الحوايج اللي تنشكر فيهم وتنحمد وتنشكر فيهم وكنعترف بالجميل. وكنعترف بالجميل. سبعه الحوايج وقعوا ليا نكتبهم، يمكن يكون كل حاجه في نهار يعني واحد ان ايفينمون وقع ليا في شي نهار، او يمكن جوج في نهار، المهم يكونوا سبعه. نكتبهم حيت ملي تنكتب واحد تيبانوا لنا الحوايج عاد تنحسوا بهم. حيت تهضر ملي تنهضروا راه ما تتكلك ما تعيش القضيه المساله بالاحاسيس ديالك، الا كتبتي تتحس بها اكثر. الوغ وشاك جور قبل ما ننعس او ملي يكون عندي وقيت نكتب ثلاثه ديال لي مومون، ثلاثه اللحظات اللي وقعوا لي اليوم في اليوم اللي فريمون بغيت نشكر فيهم شي حد ولا نشكر فيهم الله. يمكن يكون واحد اللحظه حسيت بالبرد وشي واحد عطاني غطاني، هذه اللحظه اللي كنت نقول فيها الحمد لله ببساطه. ما نتسناوش ان توقع لنا شي حاجة كبيره، حيت هذيك الحاجه الكبيره اللي بقينا نتسناوها ما غتوقعش، وغنبقاو دائما ما عمرنا ما نستافدوا من هذا الشعور. يعني مسائل تكون صغيره، يمكن كنت تالف في زنقه وصوت واحد السيد وراني منين ندوز. هذه كنقول والحمد لله اليوم لقيت واحد الانسان اللي عنده واحد الخصال اللي ساعدني. نعم. اذا سي دي شوز فريمون سامبل، حويجات صغيورين. دونك الانسان يبدا بهذه التمارين راه تساعدو بزاف ملي كيكتب كتوضحوا له الامور اكثر. نعم. تنشكرك بزاف لاله ربيعه. ما عرفتش واش مازال عندنا مكالمه ثانيه، الوغ مكالمات اخرى كانت معنا سميره غادي ناخذوها ان شاء الله في العشيه في راديو دوزان. كاينين دي زيكزارسيس ياك لاله ربيعه، كاينه اون بيبليوغرافي اللي غادي تقترحي علينا؟ حنا دائما مع كوتش ربيعه كنحاولوا نقترحوا عليكم، فوالا كتجيب لنا قفيفه ديال الكتوبه ديالها. يعني هذه مساله كتساعد الناس، هي فقط نفتح المجال للناس للبحث. يعني ربما ما كيكفيناش الوقت اننا نتكلموا على الموضوع عامه، هو موضوع كبير بزاف
دونك معاك غادي نعاودوا نتكلموا عليه في العشيه ان شاء الله مباشره على امواج راديو دوزان. يمكن لكم تواصلوا معنا تعرفوا تمارين اخرى ديال الحمد والشكر، ويمكن لكم كذلك تبحثوا على هذا الموضوع هذا يعني بطرقكم، ولكن كنتظركم في العشيه لتواصل معكم من 2 حتى ل 4 مباشره على امواج راديو دوزان. سنه سعيده مره اخرى والى اللقاء.